عشان كده الصوفي ما عنده عقل، بدل انه تلقاه يحفظ القرآن وما فاهمه تلقاه يقدموه في الصلاة صوته جميل تلقاه، ويقرأ لك بتجويد مرات. وإن يمسسك الله بضر يجيب لك، شفت بالإدغام والإخفاء والإقلاب والغنة وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين ومد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى والمد العارض للسكون وأكبر عارض في البلد، وكله يجيبه لك، كله يجيبه لك. مش قراء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وتلقى معلق حجاب وبصلي. والقريتة دي شنو؟ القريتة دي مع حجابك دي كيف؟ القريتة ده مع حجابك ده كيف؟ تلقاه يقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، خلفاء الأرض، ويمرق برا يا عتر يا المكاشفة الحقنا. والآية القريتة دي شنو؟ انت فاهم شازي؟ وتلقاه يقرأ في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، ويمرق برا يمشي للفكي شوف ليه رايحة وين وانت بتعلم الغيب. والقريتة دي شو؟ ندار على القريتة دي شو؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا شنو؟ عبادي، ده العباد الله تخدتهم مع الله، أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ما في الدين حاجة اسمها سر، لأنه سر، السر ده مش بين اثنين أو ثلاثة، إنت العارف ده في الدين ده، العارف ده لو كان من الدين أبو بكر عارفه ولا ما عارفه؟ لو قلت أبو بكر عارفه أيوة، عمر عارفه ولا ما عارفه؟ عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا، الصحابة عارفين اللي انت عارفه ولا انت أعلم منهم؟ لو قال لك الصحابة عارفين يبقى ما سر، لأنه الصحابة كتار ولا ما كتار؟ كتار معناه انتشر. ولو قال لك الصحابة ما عارفين وهو عارف يبقى ده من الدين؟ شي الصحابة جت ما عارفين، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده، عند الفقيه يبقى ده سر في الدين؟ معقولة؟ وين سر؟ ما في سر في الدين. قال ابن حزم من قال إن في الإسلام ظاهرا وباطنا فقد كفر، لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تالي ما في سرار في الدين، ولكن بخوفك انت في سر، ونحن عندنا سر، ترقوا بسر السر أو بجمع الجمع والصحو والبقاء إلى المحو والكنز الخفي وما حوى إلى سر جمع الجمع والصحو والبقاء به شاهدوا ربا على عرشه استوى. برأي قال كم؟ قال ترقوا بسر السر والطمس والعمى. مرة صوفي ناظرته، كنا طلاب في الجامعة، بعدين بيجي أيام الامتحانات بس يسوي غلبة أيام الامتحانات زي الضفادع أيام الخريف، بس بيظهر في وقت معين. الزول جاء وأكبر مننا يمكن بسبع سنوات ولا عشر سنوات، جاء ونحن طلاب وتخرج، وقالت ما عارفوا جاسفة كيف، وقالت تتخرج. بعد ذاك جاء لخبط لخبط، قمت عليه بعد رديت عليه وجاب لي كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، رديت عليه الكلام الذكر. بعد ذاك قلت له طيب انت جبت كلام شيوخنا، شيوخنا انت جبته وريناك الكلام ده معناه وشنو والصحيح فيه وشنو، طيب انا دار اذكر لك ابيات لشيوخك اشرح لي للناس دي. قمت ذكرت لي البيتين دي، ترقوا بسر السر، قلت له ما هو السر وما هو سر السر؟ طبعا لو عارفه بقى ما سر، صح ولا ما صح؟ ولو ما عارفه يبقى هو كلام شيوخه ما فاهمه،
انكم دافع ساي تعبان ساي. ترقوا بسر السر والطمس والعمى. قلت له ما هو الطمس وما هو العمى؟ ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي وما حوى، إلى سر جمع الجمع والصحو والبقى، به شاهدوا ربا على عرش استوى. قلت لا اشرح الكلام، بيقى يلف ويدور في النهاية خارج بيقى مارك. الدين ده الله قال اكتمل، لما اكتمل ما كان في سبحة في الإسلام، جابوها جديدة بدعة، ما كان في نوبة، ما كان في قبة في الإسلام، كلها بدع وخرافات بتاعت الجماعة دي. ما في طرق، ما في قادرية، ما في صحابي واحد قادري، ما في صحابي واحد سماني، ما في صحابي واحد تجاني، ما في صحابي واحد حزبي، ما في صحابي واحد أخو مسلم، مسلم عديله. أنت ماشي تبقى أخو ليه؟ أنت ما تبقى مسلم عديل. قال مصطفى عراكينا مع ودعالي المكروم، صفحة 43، مصطفى عراكينا مع ودعالي المكروم، وتت الفلات القلب العود مفهوم. رأيك جميل في القلب. أي زول برا كلامنا ده شايفه حار، زعلان، كلامنا ده مر عليه شديد، اللي يشرح لنا الكلام ده، اللي يقنعنا إنه بشر من عود. قال الله تعالى في سورة المؤمنون، سورة المؤمنين أو المؤمنون كما في المصحف، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، واحد ده آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ديل بنو آدم، نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، من نطفة بقى دم متجلط يعلق في الرحم، فخلقنا العلقة مضغة، من دم بقى لحمة بقدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة عظاما، من لحم بقى شنو؟ عظام. انت تخيل الشيء ده وتخيل ده قلبه من عود بشر طوالي، لا نطفة لا علقة لا مضغة لا اي شيء. فكسونا العظام لحما، شوف قوة الله سبحانه وتعالى، لحم عظام بعدها بقى شنو؟ لحم، معه لحم وعصب وجلد بفوق. ثم انشأناه خلقا اخر، 9 شهور، فتبارك الله احسن الخالقين. بعد ذاك يمرق الطفل ارضع، ما زول بيقدر يتعامل معه الا امه ولا ابو ذاته، ما بيفوز عمه خاله، ما بيفوز، بس شغال بس بيفهم شيء معين، صاحي دار يشرب، نام خلاص، ده فهم الطفل كله، ما عنده اي فهم لك ولا عنده معك شغل. يكبر شوية يبدأ يحبى، ده الطفل، بعد شوية يمشي بالسرير، بعد شوية تلقى ركبه معوقة من التوقع، صح ولا ما صح؟ بعد شوية يبقى شاب يمشي، ده من شجرة لا حبت لا مشي بالسرير، قامت بلت طوالي برر بقت مارقة، ده دين؟ أخش أنا نحن من شجرة تقلب عود، من عود تقليبها بشر، وسميتها بخيت، بخيت علينا نحن، تصدق كلامك ذا، بخيت وذاك مسكها من يدها وداها، مو كان الشجر ده بيقلبوه بشر، ما كان تقلب الشجر ده جد بشر وتوزعه في البلد دي، يمسكوا أسلحة يقاتلوا الكفار والمجرمين، جماعة ذيلك كفار، شنو هذا كله لخبطة.